اعملها هيك مثل ما بيعملها عمورة. بودكاست بيك تايم عمرو مصطفى. كل الاغاني اللي عامله 100 مليون و200 مليون و300 مليون عند عمائي في اخر 4 سنين بتوقي بس ذاتس ات. بودني سيبوه يفكر في زمان. ترند في جميع وسائل كل البلاتفورم اللي موجود وانا قاعد على الكرسي. سيبوه يفكر في زمان بس كده. بيك تايم بودكاست الليلة 9:30 بتوقيت السعودية على NBC1. حياك يا عيد.